وفاة الفنان فهد الحيان عن عمر يناهز 52 عاما. وسبب الوفاة ضجت منصات التواصل الاجتماعي منذ قليل بخبر وفاة الفنان السعودي فهد الحيان عن عمر يناهز 52 عاما. فهد الحيان من مواليد مارس 1971، بدأ مسيرته في عدد من الأدوار الثانوية حتى شارك في مسلسل طاش مطاش الذي فتح له أبواب النجومية عام 2006. افتتح الحيان شركة إنتاج قدم من خلالها مسلسل غشم شم الذي حظى فيه بدور البطولة المطلقة وامتد لمدة 6 مواسم. في ديسمبر 2004 أعلن الفنان السعودي اعتزاله التمثيل بعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 20 عاما، إلا أنه تراجع عن القرار لاحقا وشارك في بعض الأعمال الكوميدية. واحدا من أشهر نجوم المملكة العربية السعودية، تمكن من خلال موهبته الفريدة من الحصول على مكانة مميزة بين دراما الخليج هو الفنان فهد الحيان. اسمه بالكامل فهد بن محمد بن ناصر الحيان، ولد في 22 من شهر مارس عام 1971، متزوج وله 3 أبناء هم رغد وشهد وحيان. عاش حياته عاشقا للفن والتمثيل، فمنذ أن كان في صفوف المدرسة كان فهد دائم المشاركة في المسرح المدرسي، فكان دائما يشارك في العروض المدرسية وكان يحظى بشعبية كبيرة سواء بين أسرته أو بين أصدقائه بسبب موهبته التي لفتت الأنظار. وكان يحلم طوال حياته أن يحظى بفرصة ليظهر أمام الجمهور السعودي، وبالفعل حصل على فرصته الأولى منذ عام 1994. ومن بعدها أصبح فهد من أشهر نجوم الدراما والكوميديا وتميز بتنوعه في الأدوار، فلم يقدم نوع واحد في التلفزيون. توفي الفنان السعودي فهد الحيان نتيجة سكتة قلبية عن عمر يناهز 52 عاما. حصل فهد على فرصته الأولى من خلال تقدمه للالتحاق بجمعية الثقافة والفنون، وبالفعل نجح في الاختبارات وطلبه الفنان ناصر القصبي ليشاركه في المسلسل السعودي الأشهر طاش مطاش. وبالفعل بدأ فهد ظهوره في المسلسل منذ موسمه الثاني، ولكن موهبته الكبيرة وخفة ظله جعلته يلفت الأنظار إليه على الرغم من حصوله على دور ثانوي. وكان هذا المسلسل هو سبب معرفة الجمهور به في المملكة العربية السعودية، وقدم فهد خلال مشواره الفني ما يقارب 30 عمل فني، واجه بهذه الأعمال الكثير من الصعوبات حتى يتمكن إثبات موهبته. انتشرت بعض الأخبار التي تفيد بحدوث خلاف كبير بين الفنان فهد الحيان وبين الفنانة هيا الشعبي التي شاركته بطولة مسلسل غشم شم على مدار 5 مواسم. انتشرت بعض الأخبار التي تفيد أن فهد قد وصفها بكلمة هبلة، ولكن نفى الحيان ذلك وقال أن الصحافة قامت باتخاذ بعض الكلمات من مقطع فيديو قام الفنان بنشره على حسابه الشخصي، بل وقاموا بتغيير الكثير من حديثه، الأمر الذي أثار أزمة كبيرة بينهما، ولكن انتهى الأمر بينهما بالصلح. وصرح النهاية هي واحدة من الأصدقاء المقربين له بالوسط الفني. بعد تمكنه من تكوين قاعدة جماهيرية لا بأس بها، قرر حيان في عام 2006 التوجه للإنتاج بعدما شعر أنه الآن يمتلك ما يكفي من الخبرة التي تمكنه من إنتاج مسلسل خليجي كامل. وبالفعل قام بإنتاج المسلسل الشهير غشم شم، وقام فهد بالقيام بدور البطولة في المسلسل على مدار أجزاء الستة. في 5 أجزاء منه شاركته البطولة الفنانة القديرة هيا الشعبي. والجدير بالذكر أن فهد قد شارك أيضا في تأليفه بجانب ناصر العزاز وعنبر الدسري وسعد المدهش، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول رشيد الذي يبحث عن فرصة عمل جيدة، وتقابله الكثير من المواقف التي تضعه في الكثير من المشكلات، كما يعرض حياة رشيد بين أسرته وكيف يتعامل معهم بكل ما يحتوي من مشاكل وأزمات. بعد النجاح الكبير الذي حققه فهد سواء من خلال أدواره الكوميدية أو من خلال بعض الأعمال التلفزيونية التي قام بإنتاجها، تفاجأ جمهور محب الفنان القدير بإعلان اعتزاله الفني نهائيا، وذلك عام 2014 حين كتب فهد إنه لن يعد يشارك في أي أعمال تلفزيونية وأن رحلته مع الفن قد انتهت هنا. وبدأ الجمهور يتساءل عن سبب اعتزاله وهو في قمة نجاحه،
كما طالبه الكثير من الجمهور بالتراجع عن رأيه. وبالفعل بعد عدة ساعات ظهر فهدي إلى جمهوره واعتذر عما بدأ منه من غضب، وقال أن قرار الاعتزال جاء في لحظة غضب، فقد شعر بأن هناك إهمال كبير من قبل هيئة الفن السعودية، بالإضافة إلى المعاملة السيئة التي يتعرض لها من قبل بعض زملائه الذين يصغرونه سواء في العمر أو في الخبرة. وقال يجب أن يكون للفنان السعودي الحماية الكاملة التي تؤمن له مستقبله. وبعد ساعات فقط لم يتمكن فهدي من ترك الفن الذي يعتبر أكثر ما يحب أن يفعله في الحياة، واستأنف مشواره الفني وقدم بعد ذلك العديد من الأعمال الناجحة. يعتبر فهدي الحيان من الفنانين الأكثر جراءة في الوطن العربي، فدائما ما يعبر عن رأيه بكل شجاعة وصراحة ولا يخشى اللوم من جماهيره. خلال بعض مقاطع الفيديو التي يشاركها مع جمهوره، وجه فهدي استياءه وانتقاده الشديد للنجم المصري رامز جلال بسبب نوعية البرامج التي يقوم بتقديمها، والتي تكون من وجهة نظره معتمدة على إهانة الفنانين، وقال إنه لا يسمح بهذا النوع من البرامج حتى ولو على سبيل الفكاهة. كما وجه الحيان انتقاد شديد اللهجة إلى الدراما الكويتية، ولكنه لم يحدد أو يوجه حديثه إلى أي ممثل بالتحديد.